ننتقل إلى صحيفة السوداني، ومنها نطالع آلية إدارة الأزمة الاقتصادية. تعقد أول اجتماعها اليوم. علمت السوداني أن الآلية العليا لإدارة الأزمة الاقتصادية ستعقد أول اجتماع لها بالقصر الجمهوري اليوم. ورجحت مصادر أن يخصص الاجتماع لمناقشة عمل الآلية ومحاور تحركاتها لمحاصرة الأزمة، فضلا عن إضافة أعضاء جدد. والتأم الخميس الماضي اجتماع طارئ بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لبحث الأزمة الاقتصادية. واستمع المجلس لتنوير من مجلس الوزراء حول الوضع الاقتصادي الراهن، وصدر قرار بتشكيل آلية عليا لإدارة الأزمة الاقتصادية بالبلاد. أستاذ يوسف، هل برأيك ستنجح الآلية في إدارة هذه الأزمة؟ حقيقي هو الوضع اللي بلغته البلاد الآن كان يتطلب مثل هذا التدخل، حتى إذا يعكس أنه مدى الآن استشعار الحكومة والقوى السياسية المناصرة لها وقوى الثورة عموما تستشعر الآن الوضع وتعقيدات الوضع وخطورة ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد. أنا أفتكر أنه كان لابد أنه تنزل بثقلة على هذا الملف، يعني الاقتصادي. أفتكر أنه استشعار هذه القوى في حد ذاته خطوة مهمة وكبيرة. مثل هذه الآلية تستطيع أن يكون لها يعني سرعة الإنفاذ في القرارات اللي ممكن تصدر للتدخل الفوري والسريع، أفتكر أنها مناسبة وتستطيع أنها يعني تحد كثير جدا من الأزمة اللي هي في نهاية الأمر طبعا لا تنتهي بمجرد قرارات وبتاعة إطفاء حرائق وكذا. نحن يعني ده بدي فرصة أيضا للجهاز الحكومي انه يفكر ابعد من كده في مساله، وبالتالي هل يمكن لهذه الآلية ان توفر فرصه للحكومه للتخطيط المستقبلي في قضايا الاقتصاديه بشكل كلي بدلا عن ملاحقه الازمات هنا وهناك؟ نعم، بكل تاكيد. انا اعتقد انه واحد من المشاكل الكبيره اللي وقعت فيها وزاره الماليه او الحكومه اذا كانت في السياسات الاقتصاديه عموما، انه كان التفكير كانت تلف في هذه الحلقه الجهنميه في مساله استيراد، متى ما حوشت شويه تمويل او منح او غيره تسارع بانها تدعم سلعتين بتدعمهم الحكومه بكل رهق الان موجودات، القمح والجازولين. رغم ذا انه الازمات تاني تطيل من فتره للثانيه تستفحل تقل الازمه، لكن ما في تفكير استراتيجي واضح يعني لانه نحن كيف نمرق من هذا الفلك المزعج يعني بتاع مساله الاستيراد. ونفتكر انه ده كان بيخلي الحكومه تحتاج الان لانها تحقق اجابه حقيقيه لمساله توطين القمح في السودان، دي نمره واحد يعني، لانه الكل بينظر للسودان كبلد لا يفتقر للاراضي بلا شك ولا يفتقر للمياه ولا كده، والعالم حتى بينظر له بانه هو ممكن يكون الرقعه الاخيره لمد العالم بالغذاء. نفشل نحن حتى الان، ما في رؤيه استراتيجيه واضحه. في تجارب جرت في الفتره الاخيره لمستثمرين اكدت انه في امكانيه وفرص لتحقيق انتاج وفير من القمح يمكن يكفينا على الاقل ان لم يكن تغطيه كامله يغطي جزء اكبر جدا ويخلي مساله الاستيراد مساله مكمله فقط. نعم، ربما تبحث الحكومه الان عن ادوار تكامليه بينها وبين المواطن الذي ارهقته هذه الازمه الاقتصاديه. المواطن يتساءل عن دور الدوله، اين الدوله؟ اين اللجان؟ هل ستنجز اللجان ما توافقت عليه او ما تشكلت لاجله؟ لكن قد يتساءل ايضا بعض المسؤولين عن دور المواطن في حل الازمات الاقتصاديه. ماذا تريد الدوله من المواطن في مساله الاسهام في الحلول؟ بكل تاكيد انه الشعب السوداني بالذات شعب واعي وعلى درجه كبيره من الادراك، ويمكن الشاهد على ذلك هي الثوره اللي تفجرت. يعني 30 عام من كل الاوضاع كانت المترديه، لكن لما المساله يعني طفح الكيل كان للشعب كلمته القاضي في المساله دي،
ويمكن الثورة دي يعني كان عليها تعويل كبير جدا، يمكن حتى الآن يعني التعاطف كبير جدا ولم تحظى به حكومة من الحكومات الرقم إنما قدمت الكثير، خصوصا أن المواطنين الآن التزموا ضبط النفس وهناك ترتيب وتنظيم لحركة السير في حالة قطوعات الكهرباء في الإشارات العامة، تجد أن المواطنين يقفون وينظمون حركة السير، التنظيم المدهش في صفوف التي أثقلت المواطن، صفوف البنزين والخبز وغيرها، لكن تجد أن المواطن السوداني يقف وقفة حقيقية وجدية ويستحق التحية والتجلة لهذه الوقفة.